السلام عليكم. اليوم نبدأ محاضرتنا ببعض ملاحظات على الرسم. كثير من الطلبة اجتني تعليقات انه شلون طلعت الزاوية مثلا 116 126 104. طبعا هو من تجي تريد تاخذ الزاوية، يعني مثلا هسه هذا مالت البول اللي هو وياه اللي نجي ناخذه، مثلا هنجي مثلا هو ماخذ اول شيء عند الناقص واحد اللي هو الزيرو. الزيرو قلنا انه هذا يصير تمثيله، والاكس هو بول، فهاي الزاوية تكون هي الخاصة ب مالت الناقص واحد. بول عند الناقص واحد هاي هي الزاوية مالته. مثل ما تشوفون هي الزاوية شبيهة، هاي زاوية منفرجة. تم تريد تطلعها انت وطريقتك، يعني بالنسبة لي انا مثلا اخذ هذا الجزء وهذا الجزء، يعني ضفت 90 زائدا هذا الجزء، فايش راح يصير عندي؟ هاي التان انفرس المقابل على المجاور، مقابل مالتها واحد، المجاور مالتها راح يكون 4، راح تطلع لي زاوية قيمتها 26، تجمعها ويا 90 راح يصير عندك 116. اوكي، خلينا نمسح هذا الرسم اللي كتبناه ونجي للزاوية الثانية. الزاوية الثانية نفس الطريقة، عندي هاي جاي اشوف انه هي الميلان مالتها اكبر، فاكيد راح تكون قيمتها اكبر من الزاوية اللي هو شفناها عند البول اللي هو شفناها عند الناقص واحد. فهاي هسه عندك هنا 90، وعندك هاي الزاوية الثانية المتممة مالتها اللي هو راح يكون عندك تان انفرس 2 على 4، فراح تطلع لك زاوية هنا هاي تجمعها ويا 90 راح تطلع لك الزاوية مالت البول عند الاوريجن. ونفس الطريقة اللي هي من تجي تطلع الزاوية مالت عند الناقص 2، طبعا عند الناقص 2 راح نشوفها شنو هي. طبعا اتوقع هذا شقد عندي، هي النقطة شقد قيمتها؟ عد 2 لو عد ناقص 3، ثلاثة عد 3، يعني معناها تان انفرس قبل شوي هي 3، هاي 3 على 4 مو 2. مهم، 104 قلنا نفس الشيء. وبالنسبة للفكتر مالتي ايش قد الماجنتيود مالته، اكيد سهل عليكم ايجاده، لانه قانون الفكتر، فكتر اتوقع ماخذينه مرحله ثانيه. نجي حالات ثانيه، او انه شلون تجي تحسب الزاويه. قلت انه ترسم، يعني كتبتها بالملاحظات، انه ترسم ويا الافق خط وتجي تاخذ الزاويه مالتك انه بعكس عقرب الساعه، يعني هاي الزاويه مالت الثيتا 4 الثيتا 3 وثيتا 2 والثيتا 1. فشوفون هذني الزوايا، يعني هي النقطه مالتي ناقص 2 ناقص 2 معناها عدت ناقص 2 هي واي، فهي هاي الزاوية مالت الثيتا 3 ايش قد المفروض تكون؟ 90. يعني عشان تريد تطلع اللي هو الزاوية مالت مالتك مالت السيستم، او انه هاي النقطة تريد تشوفها هل هي منتمة للروت لوكس او نوت، فشنو لازم؟ تجمع الزوايا مالت الزيروز وتنقص من عندها الزوايا مالت البولز. فعدي انه هاي الزاوية ثيتا 3 وثيتا 4 لازم اشارة الناقص، وثيتا 1 وثيتا 2 هي اشارة موجبة. عملية الجمع راح اشوف انه الزوايا هاي الزاوية مالتي منفرجة، فهي اكيد راح تطلع لي فوق 90. هاي الزاوية مباشرة جوا النقطة فهي تكون قيمتها 90. هذين الزوايا اثنيناتهم حادات فاثنيناتهم جوا 90، فمن تجي تاخذ يعني هي الزاوية مثلا الثيتا 1، فنجي ناخذها سعدي هنا هذا هو المجاور وهذا هو المقابل، فالثيتا 1 شنو هي؟ تان انفرس عدي 3 على 2. فشوفوا ايش قد تطلع لك بالدقري بالحاسبة. اتوقع ما عندكم مشكلة انه تكون شلون تجي تحسب تان انفرس، شلون اذا عندك زاوية منفرجة تجمع وياها 90 وتاخذ بس الزاوية الحادة جزء من عندها.
وكل ما له طريق يعني هو حر، بس أهم شيء أنه يعرف قيمة الزاوية الصحيحة. خلنا نجي إلى حالات ثانية اللي هي بعدين تأخذوها، بس أنا أريد أوضح موضوع الرسم وموضوع اللي هو الزوايا. قلت الزاوية دائما تأخذها باتجاه عكس عقرب الساعة. فبالنسبة مثلا خلنا نجي هي وين أول زاوية، عندي الزاوية الأولى مثلا هاي الثيتا 1 مطنيها هاي تكون، ليش؟ لأن عندي هاي النقطة اللي أريد أشيك عليها، فالثيتا راح تكون من هاي النقطة الموجودة هنا لهنا. من أجي أرسم فيكتور وأجي أرسم خط ويا الأفق من الجهة اليمنى وأجي أرسم زاوية، فراح تطلع لي هاي الزاوية الصغيرة. زين ثيتا 1 ما بيها مشكلة، بس هي انتو شفتوها انه هو الرسم شوية مختلف، ما مرسومة يعني مثل بقية الامثلة اللي تكون على الاكس اكسس. ثيتا 2 هنا عندك طريقتين انه ايجادها، يا اما انه تقول هي هسه ثيتا 2 انت رسمت خط من اليمين باتجاه او مستوى الافق، بتيجي ترسم او تريد تطلع الزاويه مالتها راح تيجي تاخذ فره وين تروح للنقطه اللي هي يريد يستنتجها انه هي موجوده على الروترو لوكس او نوت. فمن اجي ارسمها هاي الزاويه صارت الزاويه هي اكبر من 270، ويعني المفروض انت ما تريد تطلعها لازم تحسب 270 وتضيف هاي الزاويه تاخذ لها تان انفرس المقابل على المجاورة، تيجي ترسم هيج وهيج وطلع الزاوية هاي وضيف لها 270. أو طريقة ثانية تجي انت بعكس الاتجاه، يعني هسه مو جاي ناخذها بعكس عقرب الساعة، تجي ويا عقرب الساعة تجي تحسب الزاوية اللي هي هنا هاي الزاوية. من تجي تحسبها المفروض شنو، انت مشيت بعكس الاتجاه المفروض تمشي، لازم تعطيها إشارة سالبة، يعني أما الزاوية عندك تجيها هي منا الى انه وين الفكتور مالتك، وين يعني نقطة اتصالها ويا البوينت، هو يكون لازم تفتر هاي الفرة. انت دائما قلنا ترسم خط ويا الافق بالجهة اليمنى النقطة مالتك، فاذا انه تريد تحسبها هيج او تحسبها بالاتجاه هذا انه تحسبها هاي الزاوية وطلع قيمتها، يعني راح يصير عندك هذا وهذا. طبعا هي مشكلة عادية يعني الماوس مستحيل واحد يكتب بيها، انا ما عندي رايت كباد يشوفون الخطوط مائلة، بس اهم شيء انه تفتهمون الفكرة. فعندي هاي الزاوية هي شبيهة اخذتها انه بعكس الاتجاه، فاحسبها اجي احسبها المقابل مالتها ايش قد راح يكون، والمجاور مالتها ايش قد راح يكون، هم يعني من النقاط اللي عندك يعني اكيد هاي عندك قيمتها القيمة مات النقطة بالسؤال، وعندك حتى هاي مال هاي البوينت، فتقدر تعرف ايش قد ماشي باتجاه الاكس وايش قد ماشي باتجاه الواي. زين وتجي تاخذ الاشارة تعطيها سالبة، يعني هي الزاوية اما تحسبها هيج او تاخذ هذا الجزء وتعطيه اشارة سالبة، لانه انت تاخذها هيج، يعني السهم مات الزاوية تكون بهذا الاتجاه، معناها بعكس الاتجاه المفروض اللي يصير تصير سالب. هسه هاي ثيتا 1 ثيتا 2 عندي ثيتا 3 هسه همين نفس الشيء، يعني هاي حالها حال النقطة اللي موجودة عندي هنا. زين اللي طبعا اكيد هاي تساوي لي هاي الزاوية تساوي لي هاي الزاوية، ليش؟ بعد مفروض قوانين الهندسة تعرفوها. فنفس الشيء انه هسه هاي اجي اقدر ارسمها انه اجي ارسم خط ويا الافق واقول انه هاي هي الزاوية مالتي، انه هذا السهم او الفكتور ممتد منه لهنا، اجي احسبها يا اما منه لهنا او اجي اخذ بس هذا الجزء اللي هو سوري ارسم هذا الخط، اجي اخذ بس هذا الجزء اللي هو منه لهنا اللي هي نفس الزاوية المفروض تطلعلك. ثيتا 5 نفس الطريقة تقدر تاخذ بس هاي الزاوية او تجي تاخذها نفس الشيء بحيث انه المقابل المجاور يطلع لك. زين بعد شنو ثيتا 4 ما بيها مشكلة، ادي ثيتا 5 هاي ثيتا 4 هي سهلة والثيتا 5 هاي والثيتا 6 هي راح تصير عندك من هنا، اتوقع هي هاي تكون مباشرة جوا النقطة
فتكون قيمتها هي 90. هذا رسم آخر كذلك، إنه قلت لكم إنه بس مجرد نوضح إنه الزوايا شلون تنحسب، وهي نفس الفكرة، ترسم خط ويا الأفق وين ثيتا 1. هاي ما أتوقع خطأ بها، بس عندك خلينا نقول هي هاي ثيتا 1. زين، فأنت ثيتا 1 هي بزاوية إنه رسمت هذا الخط ويا الأفق من الجهة اليمنى، وهي هاي النقطة، فأكيد هي بس هي هاي الزاوية الحادة عندك. الثيتا 2 رسمت خط وهي هاي النقطة، تروح لهاي النقطة الرفرنس مالتك، فتكون عندك زاوية شوية أكثر من 90، يطلع الجزء اللي يعني هذا الجزء، وتاخذ تان انفرس وتضيفه ويا 90. نفس الشي بالنسبة للثيتا 3، ثيتا 3 همين تجي تاخذ هاي زاوية هي جوا 90، فمباشرة تجي تطلعها ثيتا 6. لا، لازم تجمع عندك ال 90 ويا هاي الجزء اللي يشقد هذا قيمة الزاوية هنا. اوكي، هسه نجي نكمل وياكم. هو قلت اخير شيء انه شرحت على البروبرتيز مالت الروت لوكس، او شلون انه اجي ارسم الروت لوكس. قلنا انه عندي مجموعة بروبرتيز له، اللي هو مثلا النمبر اوف برانشز. The number of branches هو of the root locus equal to the number of closed loopholes. يعني شنو معناها؟ انت بتجي تريد تطلع اللي هو عدد اللي هو انت من تجي ترسم الى فد مجموعة يعني هو تفرعات، خلينا نقول بالعربي تفرعات، فهاي عددها يساوي لي closed loop holes. كم واحد كم بول عندك بالكلوز لوب، يعني المفروض تطلع ترانسفير فانكشن وتطلع البول بحالة الكلوز لوب. خاصية السيمتري اللي هو يكون متناظر عندك، الرسم مالتك متناظر من حول الريال اكسس. الريال اكسس سيجمنت طبعا هنا هذني احنا ما عندنا امثلة عليهن، بس النقطة الأخيرة هي يعني هي موجودة، مو النقطة الأخيرة، والنقطة اللي هو صراحة أخذناها ذاك الأسبوع هي تكون مهمة. البقية هي هذني إنه بس مجرد خصائص، اللي هو يقول on the real axis for k أكبر من صفر the root locus exists to the left of an odd number of real axis finite loop pool and or finite loop pool. يعني يقول إنه هو موجود باليمين الأود نمبر من الريال أكسس مالت الأوبن لوب بولز and or finite open loop zeros. starting and ending points the start will end. طبعا دائما هو begins at the finite and infinite poles، يبدي من poles وينتهي وين؟ ينتهي بزيروز، خاصة بالجي اوف اس في الاتش اوف اس. يعني معناها شنو هذا جاي احكي انا؟ جاي احكي بال open loop، هذا open loop ذني، هذا open loop اللي هو transfer function. close loop لازم تحسب اللي هو الماتك transfer function، يعني اذا كانت بس g of s هي راح تصير واحد على واحد زائد g of s. اخير نقطة او هي النقطة الخامسة قلنا مهم انه تعرفها، لان بها قانون. ها هي انه من تجي تحل السؤال اللي هو تريد تعرف البيهيفير مالته عند الانفينيتي، راح المفروض تطلع قيمتين اللي هي سيجما اي وثيتا اي، اللي هو انت عندك اسنتوتيز اللي هن محاذيات. يعني شنو اقصد بالمحاذي؟ المحاذي هو انت ما توصل يعني ما انه تمسه، يعني تكون محاذي اليه. اوكي، ويكون إلى ميل. طبعا المحاذي هو خط مستقيم، يعني يجوز أكثر من محاذي، والزاوية مالته يعني القيمة مع الـ real axis intercept مالته اللي هي السيجما، والزاوية مالته هي ثيتا. فعندك كم أنت محاذي، شي تطلعها عن طريق هاي القوانين اللي هي finite poles، عن طريق يعني انه السم مالت الفاينايت بولز ناقص السم مال فاينايت زيرو. يعني شنو ديك المره بس قلنا نعيد هذا النقطه،
وبعدين تقسمها على هاي طبعا finite number of pools sum. يعني شنو معناها؟ معناها أنا راح أجمع القيم مالتها هنا، أجمع عددها اللي هو الهاش، هذا معناها النمبر. طبعا المقام اللي عندك هنا هو نفسه بتجي طلع السيجما اي نفسه هو راح يجي عندك هنا، فانت من طلعت القيمة مالته هنا فما تحتاج تحسبه من جديد، مباشرة تنزله حتى تطلع تيتا اي. تيتا اي هي 2k plus 1 مضروبة في الباي. ليش؟ لان عندي انا قانون انه يقول اي نقطة بال بالروت لوكس المفروض هي تحقق لي انه الزاوية مجموع الزوايا مالت البوز والزيروز يصير هي 2k plus 1 باي. جينا اخذنا هذا المثال ومطلوب من عنده سكتش ذا روت لوكس اوف ذا سيستم شون بلو. طبعا اول ما تجي الرسم مالتك هو تجي ترسم شنو؟ تحدد النقاط الزيروز والبولز. فعدي هنا أنا الزيرو عند الناقص 3 وبول عدي بالصفر بالناقص 1 بالناقص 2 وبالناقص 4. أجي أطلع الأسمتوتي، يعني هسا عندكم مطلوب من هذا الرسم حاليا اللي تفتهمونه من هذا، بس تحتاجون اللي هو تحدد مكانات البولز والزيروز، بعدين طلع الانترسكشن ويا الريال اكسس او ويا الايماجينري اكسس. اكو شيء اخذناه بعد احنا اخر محاضرة، بس اتوقع هذا الزوايا مالتك اللي هو بس القانون المفروض عندك هنا يكون هنا مجموعهم 2k plus 1. اوكي، فاجي اطلع قيمة السيجما اي. سيجما اي راح يكون عندي ال number of finite او القيم مالت ال finite number of pools اللي هي كم finite pools عندي هنا. عندي 1 2 3 4 اول واحد صفر، قيمها ايش قد؟ ناقص 1 ناقص 2 ناقص 4. جيت نزلتهن اطرح من عندهن الزيروز اللي هي عدي بس واحد، عدي ناقص 3 ويصير ناقص ناقص 3. مجموع البوز حتى لو يكون عدي واحد من عدين صفر راح يكون المجموع هو اجي اجمعهم، يعني عندي صفر عدي واحد ناقص واحد ناقص 2 ناقص 4 عديني 4 بولات، فأربعة ناقص النمبر اوف زيروز قد عدي واحد يصير 3 عدي المقام. فعدي السيجما هي ناقص 4 على 3. هسه انا شنو هاي الغرض من عدها؟ راح اجي اطلع الاسمبتوتي اللي هو من نقطة بدايته، راح تكون هي نقطة بدايته راح تكون على الريال اكسس اللي هو عند الناقص 4 3، هاي هي اللي هو شوية اكبر من واحد. بعدين اجي اريد ارسم هذا اللاينات، المفروض شنو اجي اطلع الزوايا مالتهن اللي هي عن طريق الثيتا اي اللي هي 2k plus 1 باي على المجموعهن على المجموع اللي هو 3. فمن اجي اطبقها على الكي قيمتها صفر، زين انتبهوا هاي الكي هي سمول مو نفس الكي مالت الجين، راح تطلع لي باي على 3. من اجي اطبقها 1 راح تصير 5 باي على سوري راح يصير واحد راح يصير ثلاثة باي على ثلاثة فيصير باي، وذا خمسة راح يصير خمسة باي على ثلاثة. من أجي أطبقها ثلاثة يعني وصلت الكي ثلاثة إيش راح يصير عندي؟ سبعة باي على ثلاثة. فمن تشوفوا هي سبعة باي على 3 هي راح تعيد الدورة مالتها، يعني انت كل ما تضيف 2 باي على الزاوية هي راح ترجع نفس الزاوية مالتك. فدي الزوايا هي الباي على 3 و 5 باي على 3 والباي. فمن تجي تحدده هنا هاي الباي على 3 هاي الزاوية مالتي مفروض تكون منها باي على 3، ومنها هي منها لهنا
راح تصير الدي 5 باي على 3. زين هسه حددت الاسمتوتي مالاتي. يعني هسه مطلوب عندكم بس تفهمونه هذا الشيء بالرسم. هلا دخلوكم بهذا الجزء اللي هو التقاطع ويا ويا الايماجينري. بعدين راح نجي ناخذه، بس انتم اهم شيء عندكم حددتوا البول وحددتوا الاسمتوتي اللي هو من يمتد عندي. مثلا هذا الكيرف عندي راح يمتد يوصل عند الانفينيتي. عند الانفينيتي احتمالي لخمي، بس قبلها انه ماكو. يعني هو ما يخلون يقولون عند الانفينيتي انه يمسها، هو انه هذا بس مجرد انه تخمين، او انه هو هذا المحاذي المفروض يعني ما يلخها. طبعا بي بعد مميزات الروت لوكاس اللي هو ايجاد مثلا البريك اواي اند بريكنج بوينتس. البريك اواي والبريكنج بوينتس هو نقاط موجودة وين على الريال اكسس، where the gain is maximum and يعني هو عندك نقطتين break away و break in، واحدة عندما يكون الجين هو maximum وواحدة يكون الجين هي minimum. فحتى نوجد هذني اللي يسموهن real access break away break in points، عندي طريقتين هنا. اكو واحدة من عندهن هي عن طريق differential calculus. قلنا طبعا انت دائما تسمع ماكسيمم ومينيما اللي هو عندك مثلا فرض لك كيرف، الكيرف راح يكون عندك او انه مثلا ساين ويف. حنقول من تجي حتى تطلع القيم مالت الماكسيمم والمينيما، اسهل طريقة هي شنو تسوي؟ تشتقها وتساويها بالصفر، راح تطلع لك قيمتين. هي قيمة راح تكون هي عند الماكسيمم والثانية عند المينيما. يعني اخذوها هاي انه قانون، انت من تريد تطلع الماكسيموم والمينيما المفروض تشتق وتساوي بالصفر. يعني اغلب الاشتقاقات يعني احكي لك انه اشتقاقات يعني رياضيات ضخمة او انه فرضيات، يما انه يشتقوها ويساووها للصفر او ياخذونها لوج وبعدين يشتقوها ويساووها للصفر. يعني هاي اللوج انه حتى يختصرون مثلا معادلات بها Gaussian distribution اللي بيكون بها exponential. فالمهم هذا موضوع يعني خلوا بالكم انه توجد الماكسيموم والمينيما عن طريق differentiation. فعدي انا اصلا ال K قانونها هو موجود عندكم بالمحاضرة السابقة، هو minus 1 over G of S H of S. زين انا شنو راح اسوي؟ راح اقول هي هاي ال K، وراح شنو اسوي؟ افرض بمكان كل اس سيجما. اعطيكم التعويض المباشر مالتها انه شلون تستخدمها بالحل، راح اشوفوها بالمثال. وراها شنو راح اسوي؟ راح اساوي هذا اللي هو هذا الجزء راح تشتقه وراح اساوي بالصفر وتطلع قيمة السيجما. هاي طريقة، وهي طبعا اسهل من الطريقة الثانية. الطريقة الثانية اللي هي عن طريق شنو تقول انه السميشن مات الواحد على سيجما بلس زي اي اللي هي تمثل لي الزيروز، وطبعا الام تعرفون انه number of zeros اخذناها همين سابقا، يساوي لي السميشن مال واحد للان واحد على سيجما بلس البوز مالتي. فالزي اي والبي اي هي are the negative of the zero and pole values respectively. يعني هنا شنو استخدمت؟ استخدمت السيجما واشتقت وساويت بالصفر. هنا شنو لازم اسوي؟ انا عدي السيجما هي مجهولة وعدي الزيروز وعدي البولز، فشنو اجي اسوي؟ اقدر انقل هذا الجزء لهنا. يعني من النقلة راح يكون إشارته سالبة ويكون هو الطرف هذا يكون صفر قيمته. أوكي، يعني عدي هنا هذا السميشن كله، راح أجي نقله هنا راح أعطيه إشارة سالبة
لا صار بالغلط. من طيت إشارة سالبة راح يكون عندي هذا الحد وقيمته صفر. فبعدين شو راح تضطر؟ راح تضطر توحد مقامات. من توحد مقامات من يكون الطرف الثاني هو قيمته صفر، معناها شنو عندك؟ معناها عندك البص هو قيمته صفر. انت المقام بعد ما تباوع، لو ورا ما توحد مقامات بس تساوي البص بال صفر، فتطلع لك معادلة درجة أولى، معادلة درجة ثانية. المهم تحلها بدلالة انه الطرف الثاني هي صفر، لأن يعني معادلة درجة ثانية تحلها بالدستور وتطلع قيمة السيجما. وقلنا هي السيجما عندي بريك ان وبريك اوي. فنجي ناخذ الحالة الأولى اللي هو عندي مثلا هذا السيستم مالتي، طبعا هم ماخذينه احنا قبل وموجود عندنا، فيجوز هو اصلا نعطيك اياه رسم. اذا يعطيك اياه رسم سهل طلع المعادله مالته، او سهل انه توجد البول والزيروز. عندي هنا انا هسه لو مثلا هو مطيني الرسم، خلينا نقول رايت بريك اواي وبريك ان بوينتس، عندي شنو هذني الثلاثة والخمسة، هذني تعتبر زيروز. الناقص واحد والناقص اثنين هنا بوز. فراح اجي اكتب المعادلة اللي هي الكي جي اوف اس اتش اوف اس، راح تكون قيمتها شنية؟ الكي في المضروبة في الزيروز اللي قلناها هي ناقص خمسة وناقص ثلاثة، فاس ناقص ثلاثة واس ناقص خمسة، وعدي البولز هي هذا الناقص واحد وهذا عد الناقص اثنين. فانت من جيت سويت هذا الشكل، يعني مثلته اللي هي الـ open loop transfer function، انت شنو مطلوب من عندك؟ مطلوب من عندك مشتقة الـ k. يعني شنو معناها؟ هسه هذا هو k في g of s h of s، زين؟ المفروض شو يساوي لك؟ المفروض يساوي لك هاي الحد، والحد هذا الأسهل لك أنت المفروض تضرب الأقواس. ليش؟ لأن أنت بعدين عندك مشتقة، المشتقة مالت الأقواس، يعني لازم تاخذ المشتقة مالت القوس الأول والقوس الثاني، صار عندك شوية أنه احتمالية الخطأ واردة. فالأسهل أنه تفتح الأقواس، تخليها قوس واحد، فصار عندي المقام عندي S تربيع زائد 3 S زائد 2، والباص عندي S تربيع ماينس 8 S بلس 15. هذا راح يكون هو حسب القانون، تيجي تطبقه تقدر تطبق الكبر مباشرة حسب القانون اللي حكيناه، اللي هو K يساوي لواحد ناقص واحد على جي اوف اس في الاتش اوف اس. مباشرة تجي تقدر تنزله، بس الخطوات هاي انه بس للتوضيح لا اكثر اقل. يعني مباشرة تجي تقول انه الكي هي جاية من هذا، يعني هذا من تجي تطلع الكي منه ايش راح تسوي؟ راح تقلب البسط مقام مقام بسط، فشو راح يصير عندي؟ وتعطيه طبعا اشارة سالبة، يعني راح اعوض مكان كل اس سيجما، يعني هسه هاي عندي سيجما تربيع زائد 3 اس زائدا اثنين، هاي صارت المقام اللي هو هذا، والبص عندي هذا موجود. بس هو شنو عندي؟ المشتقة مالتي المفروض دلالة كي اللي هي ناقص واحد على جي اوف اس، باعتبار هذا الكي جي اوف اس اتش اوف اس وقيمته هو ناقص واحد. قلبت البص مقام والمقام بص، خليت اشارة سالبة، اجي اشتقها هسه. المشتقة مالتي المقام تربيع، البسط في مشتقة المقام ناقص المقام في مشتقة البسط، من هاي القوانين المشتقة الاعتيادية. نعيدها بصورة أسرع، أنه عندك قانون هذا الموجود كي يساوي لواحد على جي اوف اس في الاتش اوف اس. أنت من طلع الجي اوف اس في الاتش اوف اس اللي هذا عوفك من الكي، إيش راح تسوي؟ تقلبه وتضربه في ناقص واحد، طلع لك الكي. انا اختصر لكم الخطوات، قلبه هذا اللي طلع لك هنا، قلبه وضربه في ناقص واحد، بعدين تجي تشتقه، تجي تشتقه بعد اشتقاق عليكم، يعني هذا ما بي مشكلة.
هنا هذا من تجي تحللها بالدستور هذا راح تطلع لك قيمتين للسيجما اللي هي minus 1.4 5 and 3.82 فهذا هنا البريك اواي والبريك ان بوينت اللي هي ناقص هذا هاي النقطة طلع من عندها وراح وين لل 3.82 هاي جاي شوفوها الدائرة هي بريك اواي اند بريك ان بوينتس اللي هي يكون عندها الجين ماكسيموم ومينيموم. الطريقة الثانية طبعا جاي اشرحها عليك كيف لانه بعض الطلبة قالوا انه سريع وما جاي نلحق نفتهم. السولوشن بي اللي هو حسب القانون هذا اللي قلت انه اسوي سميشن على واحد اوفر سيجما بلس زي اي واجي انقل هذا السميشن مالت الثاني اخليه من هاي الجهة واساوي بالصفر يعني انقل طرف وطرف ثاني. هسه شنو عندي انا هنا من خلال الرسم عندي قلت انا عندي 2 زيروز عندي ناقص 3 وناقص 5 وعندي 2 بولز عندي عند الثلاثة قصدي سوري هذا يعني انه هي الكتابة مالتها عند هاي الثلاثة وعند الخمسة وعند الناقص واحد والثنين فراح اجي انزل هنا ذني هذا الجزء هو يمثل لي من جزء من هذا القانون اللي هو خاص بالزيروز الزيروز الموجودة عندي هنا هذا هو زيروز وهذا هو بول جيت سويت سيجما وخليت نزلت الزيروز ونزلت البول الموجودة عندي هسا شلون احلها بدلالة السيجما المفروض انقل هذا هذين الحدود اثنيناتين يعني هذا راح ينقل يصير هنا وهذا من ينقل يصير هنا فاثنيناتين راح يصير إشارة سالبة راح تصير عندي أربع حدود مجموعة اللي هي كلها مقاماتها بها سيجما شلون راح أجي أنه أبسطها طبعا راح تصير العملية مطولة ليش لأن راح تصير أربع حدود بالمقام يعني أنت بتوحد مقامات هذا المقام المشترك مالتك راح يصير هو سيجما ناقص ثلاثة الأول والثاني سيجما ناقص خمسة وعندك سيجما زائد واحد وعندك السيجما بلاس تو من تجي توحد مقامات ايش راح تسوي عندك الاول راح تجي تنزل به المقامات مالت البقية صح لو لا لانه راح يصير سيجما ناقص خمسة في سيجما بلاس وان في سيجما بلاس 2 لان هذني اصلا ما موجودات بمقام واحد مقامات المفروض تراعي هذا الشيء زائد شو تسوي هذا مثلا سيجما ناقص 3 مضروب في شنو هو اصلا مقام سيجما ناقص 5 يجي عندك السيجما مثلا بلاس 1 الى اخره يعني راح يصير هسه هذا الحد الاول هذا هو 1 لك هذا 2 ثلاثة أربعة بعدين من تجي تريد تبسطها شو راح يصير عندك راح يصير عندك بسط ومقام المقام بعد ما تباوله ما تحتاج تضرب الأقواس الموجودة عندك بالمقام لأن أنت تريد تساويها بالصفر معناها شنو تنظر بس للبسط تساوي البسط مالتك بالصفر راح تطلع لك هي معادلة هي بهذا الشكل اللي هي مشابهة للمعادلة اللي حليناها بطريقة الديفرنشال كالكولس وهاي الحل مالتي طانية همين نفس النتيجة بقى أخير موضوع هذا الأسبوع طبعا هي الموضوع الكالكولاس بقي له انه نقطتين بس احنا نحاول نعطيكم أمثلة توتوريال مجموعة أمثلة
يعني قسم من عدها راح نحلها وقسم انه جزء واحد او اثنين نعطيكم اياه كهومورك. Calculation of J omega axis crossing اللي هو يمتى تتقاطع ويا ال J omega axis. يعني انتو شفتوا مثلا الرسم مالتي وين كان بديش المحاضرة، هذا كان بيتقاطع ويا ال imaginary axis. فمن اجي اريد اطلع التقاطع ويا ال imaginary axis راح احتاج ارجع الى موضوع الروث هيرويتز اللي هو راح اجي ارسم التيبل مالتي مالت الروث هيرويتز، يعني اجي اطلع المعادلة مالت الجي اوف اس اتش اوف اس اللي هو عن طريقه راح اجي ارسم المقام على شكل تيبل. خلينا نجي ناخذ مثال وشون طريقته حتى تكون الفكرة واضحة. عندي هذا المثال اللي هي اصلا ماخذينه سابقا، قلت احنا كنا نمشي بنشتغل على الروث هيرويتز، كان عندي الترانسفير فانكشن مالتي هي الكلوز لوب ترانسفير فانكشن. طبعا بعض الطلاب قالوا انه دكتور ما نعرف شلون نسوي او شلون نطلع الترانسفير فانكشن. ترانسفير فانكشن اخذناها بالمواضيع بالبداية، راجعوها يعني هواي امثلة طلعناها شلون تكون قيمتها من تكون عندي open loop من عندي close loop with unity feedback او يكون عندي الفيدباك مالتي ب h of s. زين فاقترح انه تراجعونه لان ما مضطر انه ارجع اشرحها، شرحناها هنا قبل القطاع مالتكم والمظاهرات وورا ما رجعتوا، هي قانونها ثابت وموجود عندكم بالمحاضرات. فالمهم عندي هسه هاي الترانسفير فانكشن هذا اليونيتي فيدباك وعندي هذا اوبن لوب مالتل ترانسفير فانكشن، فحولها الى كلوز لوب ترانسفير فانكشن. راح اجي انزلها، طلع عندي المقام بهذا الشكل. فالمقام شلون اجي احوله الى روث هيرويتز تيبل، راح اجي هو شنو على اس مالتي اس اس 4 اس اس 4 اس 3 اس 2 اس 1 الصفر ينتهي التيبل مالتي. من اجي انزلهن القيم مالت المعاملات مالت الاس 4 اس 3 الى اخره، راح اجي انزلهن بس مقابل اول اثنين اللي هو الاعلى اسين عندي اس 4 اس 3، فعندي واحد ابو الايفن اللي هو 4 الاس 4 اس 2 او اس 0 راح يجن ينزلن عندي بالسطر الخاص بالاس 4، راح يجي واحد واحد عدي هنا وعدي 14 وعدي 3 كي، راح اجي انزلهن هنا. ونفس الشيء بالنسبة للاس تكعيب، راح يجي عدي الباقيات اللي هو هذا والثمانية زائدا كي، نزلن عدي هالشكل. اجي اكمل الروث هيرويتز تيبل عن طريق انه الحساب مال هذا اجي اضربه في هذا ناقص هذا في هذا على السبع. اوكي فطلع لي هذا القيمة، ونفس الشيء بالنسبة لهذا الجزء طلع لي انه 21 كي. اجي اكمل التيبل مالتي، فراح يكون التيبل مالتي الخاص بالاس اس واحد بهذا الشكل، يعني حاولوا حلوا بيتكم. والاس اس زيرو هي 21 كي. طبعا اكو نقطة نرجع لها هنا، يقول انه شنو فائدة انه جي دبليو او جي اوميجا اكسس كروسنج، هي separate the stable operation of the system from the unstable operation. يعني هي هاي النقطة هي الفاصلة انه السيستم يبقى بها stable ويصير unstable. طريقة إيجادها هسه احنا بس راجعنا الترانسفير فانكشن والروث تيبل، نجي هسه شلون نحل يعني ورا ما عوضنا بدلالة الكي.
يقول انه find the omega axis crossing we can use Roth-Hurwitz criterion as well. Forcing a row of zeros in the Roth table will yield the gain. Going back one row to the even polynomial equation and solving for the roots yields the frequency of the imaginary axis crossing. يعني شنو معنى هذا الحل؟ معناها انه اول شيء نوجد يعني بالنسبة مثلا هذا المثال نساوي هذا الرو عدي صفر يمتى يكون يا رو عدي راح اقدر اصفره اول واحد هو هذا اللي هو راح اصفر k minus k square minus 65k plus هذا الرقم 720 اساوي بالصفر وطلع عدى قيمة الكي. الكي طبعا هي المفروض صفر فما فوق فطلعت عدي الكي. بعدين شنو يقول هو؟ يقول to the even polynomial equation. يعني شنو معناها؟ اجي اعوضها even polynomial equation اللي هي even يعني معناها اس تربيع. هذا فطريقة الحل هسه ايش راح اشوفوها؟ يعني يجوز بالبداية تكون عندكم شوية ارباك بس انا احب اشرح كل شيء وبعدين اعطيكم الملخص. فطلعت عندي الكي طلعت هنا تسعة وفي something راح اجي اعوضها وين؟ راح اعوضها هاي القيمة اللي هي 90 ناقصا كي راح اجي اعوضها بالقيمة اللي هي واحد المضروب بها اس تربيع ومضروب ومجموع وياها 21 كي. يعني شنو معناها؟ معناها الرو مالت البولينوميال الايفن بولينوميال هذا. خلينا نجي نمسح هذا اللي شوي صارت عليكم هوسه نعيد هالنقطة. يقول انه اول شيء انا راح اجي اطلع قيمة الكي اللي صفر لي اول رو يا رو اقدر اصفره طبعا هذا الرو هو هذا عندك هنا هذا باعتبار صفاره فمعناها هذا تساوي بالصفر وتطلع قيمه الكي وراها راح تجي تعوض الكي بالحد اللي هو يصير بي الايفن بولينوميال يعني سطر عندك يصير ايفن بولينوميال اللي هو ايش قد اللي قبله هو اس تربيع اللي بي كي اذا نشرب فوق ما تحتاجه فتسعين ناقصا كي هذا شنو معناها؟ تسعين ناقصا كي مضروبه في الاس تربيع. مو ايش بنتنزل معادلات قلنا هسه المعادله الاولى من نزلناها هذا معناها اس 4 زائد 14 اس تربيع زائد 3 كي وهي ايش نزلناها من هذا المعادله الاصليه. هنا شنو معنى هذا اللي هو دلالة الاس تربيع هذا معناها انه 90 ناقصا كي مضروبة في الاس تربيع زائد شنو 21 كي فصار 90 ناقصا كي اجي اعوضها انه يعني اكتبها واجي اعوض قيمة الكي اللي مطلعها سابقا فمن يجي اعوض 90 ناقص 9.65 راح يصير عندك 80 ناقص 80.35 وعندك ال 21 كي 21 في 9 راح يصير عندك 202.7 هاي المعادله راح اساويها بالصفر من تساويها بالصفر ايش راح يصير عندك؟ عندك اس تربيع ومجموع فد رقم موجب معناها عندك ان اثنيناتهم imaginary عندك اسات اثنيناتهم قيمهم imaginary فراح تكون النتيجه مالتك هي plus minus j 1.59 معناها انه نقطه التقاطع مالتك بال j w اوميجا راح تصير هي عند الناقص واحد j 1.59 وعند الموجب يعني واحده بالناقص واحده بالموجب وكيد الريال بارت هي مالتها صفر. بعد شنو عندي مطلب ثاني هو for what range of k is the system stable. طبعا تعرفون انه التغيير مالت الاشارة وين
الروت هيروز شلون اعرف انه السيستم مالتي هو ستيبل اور نوت. فعندنا المفروض هي القيمه الكي تكون عندي هنا كي المفروض قيمتها اكبر من صفر ما لدى صفر هذا الشيء. والشغله الثانيه انه حتى احافظ على الاشاره المفروض الكي تبقى اقل من 9.67 يعني من هنا تخليها اكبر راح تكون هي عندك راح تكون يا اما سالبه او تكون صفر. فنعيد انه شغله انه شلون توجد نقطه التقاطع ويا الايماجينري اكسس. قلنا الوظيفه من عندها انه شنو قلناها هنا النقطه انه separate the system stable or not او unstable. فبهذا المثال اجيت طاني اياها. هو طبعا فكرته هو شنو تيجي تاخذ الكي اللي هو طلع قيمته وبعدين تعوضها بال even polynomial حتى انه تطلع لك قيمة الاس. يعني تريد تطلع اس هي imaginary تكون. فاحسن شيء هو عندك عند الاس تربيع. انت ما دام عندك عند الاس 1 سويته بالصفر وطلعت قيمة الكي تيجي تعوضها بالاس تربيع. يعني خطوتين راح تجي تاخذ هذا تساوي بالصفر والقيمة راح تطلع لك راح تطلعها تعوضها بهاي المعادلة اللي هي 90 ناقص عن كي مضروب في الاس تربيع زائد 21 كي. ان شاء الله المحاضرة الجاية تكون يعني هي مجرد ناخذ 2 more features يعني خاصيتين جديدة وناخذ امثلة انه tutorial. فاحنا اليوم موضوعنا هو كان بس انه كان مالت خاصة بالسكتشنج اللي هو الكالكوليشن اوف جي اوميجا كروسنج. وعدي الموضوع اللي قبله كان هو الريال اكسس بريك اوي اند بريكين بوينتس اللي هي كل واحدة بيها قانونيا او ثلاثة يعني مو في شيء صعب. شكرا جزيلا.